هناك قائدان كبيران رسخا علاقة ثنائية مثالية يقتدى بها في الدول العربية وغير العربية، جمعتهم مصالح مشتركة ولكن في نفس الوقت جمعتهم عواطف مشتركة. كان هناك تعاون دولة دولة، ولكن كان هناك تعاون أيضا عائلات مع بعضها، العائلة الملكية وعائلات الحكام، ومن هنا نسجت علاقة ثابتة راسخة دائمة ستبقى مدى الدهر. وكل من المغرب والإمارات قربهما في بعدهما، كل منهما هو امتداد الآخر، كل منهما يحمي ظهر الآخر. هي ماذا أقول، ليس هناك أكثر من هذا. يعني أنا بتكلم كمغربي معتز بمغربيته ومحب لبلده ولملكه. أنا أعتقد أن مع ملاوي الحسن الثاني من ربط علاقة متينة راسخة مع الإمارات هو عمل وطني، ولكن في نفس الوقت عمل إنساني. وهؤلاء الناس وصفة خاصة المرحوم الشيخ زايد تلقى الرسالة وتلقاها بقلبه قبل عقله ورسخها، ولم يتوانى في تقديم الدعم للمغرب كما لم يتوانى المغرب في تقديم الدعم للاتحاد سواء عند ولادته أو بعد أن أصبح اتحادا قائم الذات. ولا تنسى أننا حصلنا على، لا أقول الاستقلال وإنما إزالة الحماية منذ 60 سنة، وهم بنوا الدولة منذ ما يقارب 50 سنة. فكانت هنا وهناك في ريعان شباب الدولتين معا، والنصائح المتبادلة ساهمت في ترسيخ الدولتين. أتى بعده صاحب الجلالة محمد السادس الذي عايش كل هذه الأحداث وهو لازال طفلا وشابا، واستوعبها واستمر في نفس المدرسة، مدرسة أبي ومدرسة الشيخ زايد. وهذه الندوة هي تعبير على أن المدرسة لا زالت مستمرة وستستمر إلى الأبد. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.